صدرها. بعد كده بنسأل سؤال، بنقول ما هو عدد آيات القرآن الكريم؟ احنا اتفقنا بالخلاف ان عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، لكن ما هو عدد الآيات؟ بنقول هنا ان عدد الآيات هو هنا في خلاف بين اهل العلم، ولعل دي من المسائل اللي دخل فيها بعض المشركين في القرآن الكريم، يقولوا ازاي تقولوا القرآن محفوظ من الله عز وجل وازاي في خلاف بين عدد الآيات؟ بنقول ببساطة هو القرآن محفوظ مفيش خلاف، ولكن هو الخلاف في ايه؟ الخلاف هو الوقوف على رأس الآية. يعني في مثلا بعض أهل العلم بيقولوا إن الجملة دي مع الجملة دي الاتنين مع بعض دول آية واحدة، وبعض أهل العلم بيقول لا إحنا بنقف عند الجملة دي وبنقف عند الجملة دي فتبقى دي آية ودي آية. فيبقى هنا في بعض أهل العلم خدوا الجملتين بآية واحدة، وبعضهم خد إن الجملتين بآيتين، فاختلفت السورة في آية. العدد مثلا ده يقول السورة عددها آياتها 100 وده يقول 99. يبقى إذا الكلام لا خلاف فيه، الآيات لا خلاف فيها، ولكن خلاف في العدد. والخلاف في العدد زي ما قلت لحضرتك هو يبقى خلاف في مواضع الوقوف على الآيات، يعني أول آية هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. وهنا مفيش أي خلاف بين من المسلمين في ذلك، ومفيش خلاف في إحكام القرآن. يعني أنت وأنت مثلا بتسمع آيات القرآن الكريم، هل عشان تتدبر آيات القرآن الكريم هل بيفرق معاك العدد؟ يعني وأنا بتلو عليك مثلا آيات، بتسمع الآيات تفهم معناها، هل وانت بتسمع الايات هيفرق معاك مثلا ان انا مثلا الخمس دقايق اللي قلتهم لك دول طلعوا 20 ايه او طلعوا 25 ايه او طلعوا 15 ايه؟ مش هيفرق. انما اللي يفرق معايا الكلام هو ايه؟ معناه ايه؟ هل في خطا لغوي، خطا في المعنى، خطا في العقيده، خطا يخالف الواقع، المنطق، العقل، كل ده مش موجود. يبقى اذا مفيش اي مشكله دي يكون في خلاف في عدد الايات، ده امر مفيهوش اي خلاف. لذلك اختلف أهل العلم زي ما قلنا لحضراتكم في عدد الآيات، واختلفوا يعني على أقوال عدة. فمثلا منهم قال العدد المدني، قالوا أن عدد آيات القرآن الكريم 6217. جه بعدها بعض العلماء قالوا لا، في العدد المدني حوضوا عدد مدني آخر قالوا 6214. جه بعد كده عدد مكي قالوا 6219، وبعدهم قال 6220، والعدد البصري 6204. طبعا مقصود بالعدد المدني والمكي اي اللي قالوا، يعني عدد المكي اللي قالوا اهل مكه، اللي قالوا اهل المدينه، اللي قالوا اهل البصره. العدد الدمشقي اللي قالوا اهل دمشق 6226، وقيل 6227. العدد الكوفي 6236. يبقى هو هنا خلاف بين اهل العلم، وزي ما حضرتك شايف الخلاف كله بنتكلم 6219، لا 18، لا 20، لا 17، خلاف كله بنتكلم في ايه، ايتين، ثلاثه، اربعه. فخلاف بسيط جدا زي ما قلت حضرتك لا يؤثر في معاني الآيات ولا في محكمها ولا في تنزيلها.